أهلا وسهلا بكم في وحدة الناشر المكتبي في درس إعداد المنشور. يتيح لنا البرنامج التحكم في المظهر العام لشكل المنشور. نتبع التالي: نضغط من نوع المنشور أبحاث موجزة، نختار من القوالب تثقيب، نضغط على زر إنشاء. نلاحظ ظهور المنشور ذو وجهين، نختار أمر إعداد الصفحة من قائمة ملف، يظهر صندوق المحاورة إعداد الصفحة، نختار اتجاه وحجم الورق المناسب وليكن A4، لنعدل في الهوامش نضغط على ملف إعداد الصفحة ونذهب إلى الهوامش أعلى وأيسر وأسفل وأيمن حسب الرغبة، نضغط على الزر لزيادة الهامش أو نقلل من حجم الهامش أو نكتب من لوحة المفاتيح 1.5 والأيسر 1.5 والأسفل 1.5 أو باستخدام أزرار الزيادة والنقصان. بعد تعديل الهوامش نضغط على زر موافق ونلاحظ التغييرات التي تمت على المنشور. أيضا نستطيع من قائمة ملف أمر إعداد الصفحة أن نختار من زر خيارات متقدمة قياسات حجم الورق الطول والعرض حسب الرغبة وكتابة القياسات المراد استخدامها، وليكن مثلا العرض ممكن نخليه 30 والارتفاع نقلله من زر أو نكتب من لوحة المفاتيح 15 مثلا. بعد ذلك، بعد تحديد العرض والارتفاع اللي هو الطول، نضغط على زر موافق ونضغط بعد ذلك على موافق. نلاحظ التغييرات التي تمت على المنشور. يتيح لنا البرنامج أيضا تغيير نوع المنشور. بعد إنشاء هذا المنشور نستطيع أن نغيره. بالضغط على زر تغيير القالب في جزء المهام، نضغط بالزر الأيسر على زر تغيير القالب، يظهر صندوق المحاورة الخاص بتغيير القوالب. نختار إحدى فئات القوالب، المتاحة عندي. بالضغط عليها بالزر الأيسر للفأرة ضغطا مزدوجا أو نحددها ونضغط على زر موافق. نلاحظ ظهور صندوق حواري خاص بتغيير القالب. هل تريد تغيير المنشور الموجود أو إنشاء منشور جديد؟ عند تنشيط الخيار الأول تطبيق قالب على المنشور الحالي، سوف يتم تطبيق القالب الجديد على المنشور الحالي، وعند تنشيط خيار إنشاء منشور جديد باستخدام النص والرسومات الخاصة به سوف يتم تغيير قالب المنشور مع الاحتفاظ بالقالب الأصلي. نختار تطبيق قالب على المنشور الحالي ونضغط زر موافق. نلاحظ تغيير شكل المنشور 4 إلى هذا الشكل واسم القالب الجديد فلك.
عندما نضغط لتغيير المنشور مرة أخرى على زر تغيير القالب من جزء المهام، نلاحظ ظهور صندوق تغيير القالب. نختار أحد القوالب المتاحة وليكن فقاعات. بالضغط بالزر الأيسر ضغطا مزدوجا نلاحظ ظهور هذا الصندوق، ونأخذ إنشاء منشور. الخيار الثاني إنشاء منشور جديد باستخدام النص والرسومات الخاصة به. نلاحظ ونضغط زر موافق. نلاحظ ظهور المنشور الجديد فقاعات مع الاحتفاظ بالمنشور 4 اللي هو فلك. ادي المنشور قبل وادي المنشور بعد التغيير. ملحوظة: عند عدم ظهور جزء المهام كيف يتم إظهاره؟ تم دراسته في الدروس السابقة. يتم الضغط على قائمة عرض ونختار جزء المهام. نلاحظ ظهور جزء المهام وبالتالي ظهور زر تغيير القالب الموجود عندي. رأس وتسجيل الصفحة هو نص أو صورة يلزم تكرارها في كافة صفحات المنشور. لإدراج الرأس والتسجيل نتبع الخطوات التالية: أولاً نختار قائمة عرض ونضغط على أمر الرأس والتسجيل. نلاحظ ظهور نافذة متضمنة على شريط الأدوات للرأس والتسجيل. ثم بعد ذلك ندرج في رأس الصفحة النص أو الصورة المناسبة. نكتب مثلا مدرسة أنيس ونكبر حجم الخط في الرأس. هنا أداة تسمى أداة التبديل بين رأس وتسجيل الصفحة في شريط أدوات رأس وتسجيل الصفحة، تنقلنا إلى التسجيل بالضغط عليها مرة واحدة بالزر الأيسر. ذهبنا إلى تسجيل الصفحة، نستطيع إدراك صورة في الرأس والتسجيل أو في الرأس أو التسجيل. نختار مثلا قصاصة فنية، نحدد صورة في التسجيل، عند الضغط على زر إغلاق نذهب مرة أخرى إلى المنشور لكي نرى التغيرات التي تمت على المنشور. نلاحظ ظهور في الرأس والتسجيل كامل الصفحة، في الرأس والتسجيل المنشور نص أو صورة. هل نستطيع إدراك رقم الصفحات وتاريخ اليوم والساعة؟ نعم، من رأس وتسجيل الصفحة أيضا من قائمة عرض. نختار الرأس والتسجيل ونضغط على أداة إدراج الوقت. أداة إدراج الوقت ناخد مسافة كده، نلاحظ ظهور الوقت في رأس الصفحة. أيضا نستطيع إدراك تسجيل الصفحة الوقت، مسافة ونضغط على رقم الصف أداة إدراك الوقت. نلاحظ ظهور الوقت في تسجيل الصفحة. نستطيع أيضا إدراك تاريخ اليوم عن طريق أداة إدراج التاريخ. نلاحظ ظهور تاريخ اليوم 12/11/2011 في رأس الصفحة. أيضا نستطيع إدراك تاريخ اليوم في تسجيل الصفحة عن طريق الضغط على أداة إدراج التاريخ
في رأس وتسجيل الصفحة. أيضاً هذه الأداة نستطيع من خلالها إدراج أرقام الصفحات، بالضغط عليها تظهر عندي ترقيم الصفحات. عند الضغط على زر إغلاق فهو إغلاق الرأس والتسجيل والعودة إلى المنشور. نلاحظ عندي، نأخذه كامل الصفحة، نلاحظ ظهور المنشور بكافة التصميمات التي تم إضافتها في الرأس والتسجيل، من نص مثل مدرسة أنيسة، من صورة، من التاريخ، من الوقت، من رقم الصفحة. نلاحظ هذه التغيرات.